انطلاقة شوطنا العشرون وشوط مخصص للقعدان، وهذه انطلاقة جديدة بشوط جديد واسماء ايضا جديدة في شوطنا العشرين. نتابع واياكم هذه الاندفاع هنا في هذا الشوط وهذه القعدان المشاركة، وايضا نعود الى مقدمة الشوط والى القيادة، وهناك من يسيطر على المركز الاول. نتابع واياكم المركز الاول، نتابع عالي لمحمد بن سعيد بن محمد العجب المري على المركز الاول. يلا يا بن عجب هنا في مقدمة الشوط، نتمنى لك التوفيق ولجميع المشاركين. المركز الثاني، نتابع المركز الثاني قاصد محمد بن فرام بن عتيق البريدي على المركز الثاني. المركز الثالث، من يصلنا هناك اللي على المركز اللي هو مشكور لعبد الله بن فهد بن سيف الخيارين مع المركز الثالث. المركز الرابع، وصلنا بدران سعود بن سالم بن خجيم العذبة. المركز الخامس، من يصلنا في هذه اللحظات هناك اللي بدأ يتسلل وضاح حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي، ولكن دخول أيضا من اللي وصلنا شاهين حسين بن علي بن حسين الحرب المري على المركز الخامس في هذه اللحظات. نعود إلى بن عجب، نعود إلى بن عجب اللي على المركز الأول. ويلا يا بن عجب هنا في مقدمة الشوط عالي وفي المستوى العالي وفي المكان العالي. الله يا عالي على مقدمة الشوط مع محمد بن سعيد العجب المري. سلام يا بن عجب هنا مع المركز الأول، بينما المركز الثاني رشعار الخيارين مشكور لعبد الله بن فهد بن سيف الخيارين على المركز الثاني. المركز الثالث، شعار بن حرب يصل في هذه اللحظات شاهين حسين بن علي بن حسين الحرب المري. يا سلام. المركز الرابع، يصلنا في هذه اللحظات كفو، كفو على المركز الرابع لصالح بن محمد بن صالح الزقيبة اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس، من يصلنا في هذه اللحظات هناك؟ المركز الخامس يصلنا قاصد محمد بن فرام بن عتيق آل بريد. المركز هناك على الخامس ايضا، ولكننا نعود الى عالي. الله يا عالي على مقدمة الشوط محمد بن سعيد العجب المري، وبقيادة احد عمالقة التضمير ماجد بن حلفان المري. هناك من يقوده ويقود هذا الشعار بهذه المقدمة وبهذه الانطلاقة، ومع الكيلو المتر الاخير ارى التحركات من شاهين. او يلا يا البرقي، يلا يا البرقي هناك ايضا في المركز الثاني، وبانطلاقة شاهين على المركز الثاني. نتابع شاهين الحسين بن علي بن حسين الحرب المري، هنا ايضا يقود جابر البرقي في التضمير. يا سلام. المركز الثالث، نعود هناك مع مشكور عبد الله بن فهد بن سيف الخيارين. يا سلام مع المركز الثالث، يا سلام. ولكن عالي، عالي على المركز الاول، عالي على مقدمة الشوط، عالي على الصدارة. ولكن شاهين، شاهين بدأ يغير، شاهين بدأ يغير في هذه اللحظات. انطلق شاهين، يا سلام، روح مع التوقيت، روح مع التوقيت، يا سلام يا سلام. ولكن ارصدونا، ارصدونا القادم في هذه اللحظات اللي قادم. هناك وحيشان علي بن مسر بن سيف السفران على المركز الثالث، ولكن الله بنسلم، بنسلم بنسلم على بن حرب على هذا الانطلاق واندفاعته على المركز الاول. يا سلام يا شاهين، شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة. تهانينا، تهانينا والناموس لمالك شاهين حسين بن علي بن حسين الحرب المري. وتهانينا لك يا البرقي، يا جابر البرقي، تهانينا على هذا الفوز وهذا الناموس وساعة وصوله الى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني، من يصلنا هنا؟ كل اللي هو حيشان علي بن مسر بن سيف آل سفران آل جحيش. المركز الثالث، المركز الثالث مشكور عبد الله بن فهد بن سيف الخيارين. المركز الرابع، المركز الرابع وصل عالي محمد بن سعيد بن محمد العجب المري. المركز الخامس،
المركز الخامس وصلنا صدام لمحمد بن راشد بن حمد الملامقة الهاجري. شاهدتوا معنا هذا الشوط وشاهدتوا معنا أيضا شاهين من انتزع هذا الشوط. تهانينا على هذا الناموس، تهانينا لحسين بن علي الحرب على فوزه في هذا الشوط، شوطنا العشرون. أيضا من يحصد شاهين بناموس أيضا مميز ومحقق، والتهنئة لمضمرة أيضا جابر أيضا بن علي البرقي، يستاهل الفوز والناموس. توقيت الزمني التوقيت الزمني 4:23، ويتحطم التوقيت، يتحطم. يا سلام يا سلام عليك يا جابر البرقي، انا ايضا نبهت على التوقيت وحطم التوقيت شاهين، ويستاهل الفوز والناموس. 4:23 بدون اجزاء من الثانيه. تهانينا لحسين بن علي بن حسين الحرب المري، والتهنئه لجابر البرقي المركز الثاني. وصلوا حيشان قاطع المسافه في 4:25، 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك وحيشان علي بن مسفر بن سفران المري المركز الثالث. وصل مشكور قاطع المسافة في 4:27، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مشكور عبد الله بن فهد بن سيف بن فهد الخيارين.